كان السؤال أسيس رضا عن يعني إيه الفرق بين سكن الروح، الامتلاء بالروح ومعمودية الروح، ولو بدقيقة بس تعطي التوضيح عشان نأخذ النقطة الأخيرة لأنه لسه عاوزين نستكمل الموضوع. الحقيقة أنه الـ 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 الروح القدس في العهد القديم يا أسيس نزار كان بيحل على بعض الأفراد لكي يؤدوا مهمة معينة. نعم. زي مثلا ما يأتي الروح القدس على بصلئيل عشان يبقى شخص ماهر شاطر عشان يصنع ما يجب أن يصنعه في خيمة الاجتماع. فالرب يديله حكمة، يديله نعمة عشان أدوات الـ 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 الخيمة. فبيحل على بعض الأفراد زي مثلا الأنبياء في العهد القديم. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله مسوقين من الروح القدس. نعم. فكان بيحل على بعض الأفراد لأداء مهمة معينة، مثل شمشون، مثل جدعون، مثل أشخاص يعني. تمام. لكن كمان كان بيفارقهم بعد أداء هذه المهمة. أوكي. فلم يكن الروح القدس يسكن في المؤمنين في العهد القديم بصفة دائمة، لكن النهاردة الروح القدس بدل ما كان بيسكن في الخيمة، خيمة الاجتماع أو في الهيكل، أصبح الروح القدس بيسكن في الكنيسة. نسمع من فضلكم الهيكل الجديد دوا مش خيمة الاجتماع ولا الهيكل بتاع سليمان، يقول لنا الكتاب في أفسس 2:20 و21، أفسس 2 يقول كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. فأصبح النهاردة الروح القدس بيسكن في الكنيسة، وأصبح الروح القدس بيسكن بصفة دائمة في كل مؤمن. يقول لنا في كورنثوس الأولى أصحاح 3 الآية 16 و17، أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ فأصبح النهاردة الروح القدس موجود بصفة دائمة، مش بيحل على بعض الأفراد لأداء مهمة معينة محددة ثم يفارقهم. لا، أصبح الروح القدس ساكن في حياة كل المؤمنين ولن يفارقهم. والفرق أنه بالعهد الجديد أنه الروح القدس لا يفارق المؤمن. ممكن تحزن الروح أو تقاوم الروح أو تطفئ الروح أو تجرب الروح كما هو مكتوب طبعا في كلمة الله، ولكن سكن الروح في هيكل الله في جسد المسيح أنه يعني ماكث فينا ومعنا إلى الأبد. الحقيقة الامتلاء بالروح القدس هو إعطاء السيادة للروح القدس الموجود في حياتي، أن الروح القدس يكون سيد في حياتي. نعم. أني أنا أكون مطيع، بسلك بالروح، بشهد بالروح، عايش بالروح القدس، والروح القدس هو اللي بيرشدني، بينور حياتي من خلال كلمته المقدسة. فالامتلاء بالروح القدس ليس أخذ المزيد من الروح القدس، لكن زي ما أنا قلت مرة من المرات، في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. عندئذ أمتلئ بالروح القدس، أحيي حياة الامتلاء بصفة مستمرة عندما يكون المسيح على عرش حياتي بالفعل.